بإقليم الفحص أنجرى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مثل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله في حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، وهي منصة ستمكن من تحويل المركب المينائي طنجة المتوسط إلى ميناء رائد وأول قدرة مينائية بالبحر الأبيض المتوسط. واستهل حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2 بعرض شريط مؤسساتي يبرز مختلف مراحل إنجاز المركب المينائي طنجة المتوسط، وأكد العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها هذا المشروع البنيوي الذي يوفر لمنطقة الشمال بالمغرب هيكلا اقتصاديا قويا من المستوى الدولي ومناطق حرة ستمكن هذه المنطقة من تثمين إمكانياتها الغنية وجعلها نموذجا جهويا مندمجا. إثر ذلك ألقى رئيس الوكالة الخاصة طنجة المتوسط السيد فؤاد البريني كلمة أبرز فيها رؤية الفريدة لجلالة الملك حيال هذا المشروع الاستراتيجي والاختيار الصائب والناجع لجلالته لموقع هذا المشروع بالبوغاز في تقاطع الطرق البحرية. هذا المشروع اليوم كان عطيه الانطلاقة ديال الشطر الثاني منه، هو طنجة المتوسط 2 اللي كيجعل من هذه المنصة من ناحية ديال القدرة الاستيعابية أول منصة في بحر الأبيض المتوسط 9 مليون ديال الحاويات، حيث في طنجة المتوسط 1 كان عندنا 3 مليون ديال الحاويات، وبهذا طنجة المتوسط 2 كان صعدوا ب6 مليون ديال الحاويات، إذن واحد المجموع ديال 9 مليون الحاويات. كذلك على المستوى الاستثمارات، اليوم طنجة المتوسط وصلت من البداية ديالو واحد القيمة الاستثمارات اللي كتجاوز 88 مليار درهم. المركب المينائي طنجة المتوسط وضع المغرب في مصاف البلدان البحرية العظمى في العالم. هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا رؤية جلالة الملك الذي تفضل بإطلاق هذا المشروع المهم بالنسبة للمنطقة وللمغرب. أصبحت لدينا أكبر قدرة بالمتوسط لمناولة الحاويات، فقبل دخول المركب المينائي طنجة المتوسط حيز الخدمة لم يكن المغرب بارزا ضمن كبريات الخرائط البحرية بالعالم. المغرب صار اليوم وجهة لا محيد عنها، وطنجة المتوسط ميناء لا محيد عنه كذلك. ومن جهته أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة أي بي مولر ميريسك الشركة المكلفة باستغلال المحطات المينائية برؤية صاحب الجلالة منذ انطلاق المشروع وتجديد الثقة عبر الالتزام باستثمار قرابة 10 ملايير درهم في محطة ميناء طنجة المتوسط 2 الذي يستخدم أفضل التكنولوجيات والذي سيكون أحد أكثر الموانئ استراتيجية على المستوى الدولي للرائد البحري الدولية ميريسك. وأشاد أيضا بريادة جلالة الملك في إطار توفير المناخ الملائم للاستثمار بالمغرب. بفضل قدرته الجديدة التي تناهز 9 ملايين حاوية في السنة، أضحى المركب المينائي طنجة المتوسط مركزا عالميا أساسيا في مجال مناولة الحاويات. هذا المركب المينائي أضحى مركزا عالميا في خدمة بلدان غرب إفريقيا وشمال أوروبا والأمريكيتين وآسيا. ميناء طنجة المتوسط 1 عالج 3.5 مليون حاوية، ما جعله أول ميناء بإفريقيا متجاوزا بورسعيد بمصر و دربن بجنوب إفريقيا. هذه القدرة الجديدة سيصبح بها أول ميناء بالمتوسط تماشيا مع رؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منصة مينائية عالمية. وبهذه المناسبة التقطت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع أطر الوكالة الخاصة طنجة المتوسط. كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي مثل صاحب جلالة الملك محمد السادس أيده الله بزيارة ميناء طنجة المتوسط والمحطة المينائية الجديدة 4، حيث استمع سموه لشروحات حول مختلف مراحل إعادة شحن وتداول وتخزين الحاويات.